بيكو في حلقة تانية أو تالت حلقة من برنامج سمولة الملاك بشوي. كذا فيديو منفعش ان احنا نعمل انكو تخشوا وتعملوا البتاع ده، تعملوا انكو معلش النور مش عامل حلو، وانكو تعملوا البتاع ده وانكو تعملوا فدواتي انتو صعب انكو تخشوا على سمو البيشوي، فانا خليتها سمو لابد الملاك بيشوي. معلش النور عمال يطفي وينور على حسب. دواتي احنا نصور، هنحكي لكم قصة صغيرة علشان احنا ورانا حاجاتنا. كان يا زمان ما يحلى الكلام، الدنيا رضيع والجو بديع وقفلي على كل مواضيع قفل 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 قفل. كان في واحد اسمه بامبو. بامبو ده كان ولد شيء، وكان عنده اخ اسمه حزوكا. حزوكا برضو كان زيه شيء جدا، كان بيسمع. كان الاتنين دول ما كانوش بيسمعوا كلام باباهم ومامتهم، كانوا دايما يتشاؤوا. حتى باباهم ومامتهم ما كانوش عارفين يعملوا ايه معاهم، كانوا دايما يتشاؤوا وما يعملوش اللي باباهم وماما عايزين، وكانوا على ابسط حاجه يتخانقوا، زي مثلا لا انت بقى ده احلى، انت بقى ده احلى وكذا، ويزقوا وكذا. ما فيش عندهم وقت. في مره مامتهم نادت عليهم، عملت ايه؟ اتخانقوا على ان مين اللي هيروح المدرسه الاول. يا لهوي، مين هيروح المدرسه الاول؟ يا لهوي، بيتخانقوا على المدرسه ان مين هيروح الاول. علشان هما شقيين خالص، هما شقيين. بعد كده في مره حصلت حاجه، ابوهم طلب منهم ان هما يجوا معاه علشان يروحوا للمزرعه ويعملوا بدل ما يروحوا المدرسه. فراح المزرعه وبدأوا يزرعوا. حصل ايه بعدها؟ قال لهم يا انت امسك الجحش من رجليه، وانت امسكه من القرون بتاعته، قرون من ودانه، قصدي من ودانه، ماشي من ودانه، بس انا معرفش ودانه فين. فعموما اللي بعده اللي حصل، كانوا عمالين يتخانقوا على ايه؟ امسكوا انت احلى، لا انا ماسكه حلو، انت امسكه احلى، لا انا ماسكه احلى، انت امسكه احلى. وابوهم كان عايز يحوش حاجه كده بيحطها علشان يطلع من اللبن. فراح ايه، حصل مشكله، رفصوا الطور. اما رفصوا رجعوا البيت، وابوهم كان متساعد كده وبرده كان بيتخانقوا على الطريق. يا لهوي، هو كل شويه يتخانقوا. كانوا يتخانقوا، شيل بابا احلى، لا انا شايله احلى، انت اللي شيله احلى، لا انا شايله احلى، انت اللي شيله احلى. كانوا يتخانقوا، كانوا يتخانقوا على الحاجه البسيطه قوي. وفجأة حصل ايه؟ هما رجعوا مامتهم شافت كده وسألت اللي حصل، قالوا لا، وجابت ومامتهم جابت العصاية وفرمتهم فرم، ضربتهم علشان مش راضيين يحبوا بعض. بعد ما خلصت بكت، لان كانت مش المفروض تعمل كده، ولو بزعل منها، وكانت بتبكي وتقول انا اسف خلاص، وقال لك ايه ده مش عليكي.
بعد كده جاب الغصن بتاع الشجرة، جاب كتير. فراح عمل ايه؟ قال يا ولاد تعالوا، وقف قدامه وقال لهم مين يقدر يكسر ده كله. جربوا الاتنين ما نفعوش، كانت جامدة. جربوا بايدهم، جربوا برجلهم، ما نفعش. عملوا بعدها، راح ابوهم طلع اتنين، عطى كل واحد واحد. التاني جرب بايده اتكسرت، التاني جرب برجله اتكسرت. فقال لهم ابوهم اني لو انتوا فضلتوا تتخانقوا زي ما انتوا بايد واحدين زي الغصن الواحد هتتكسروا. اما لو بايده متسمكين تبقوا كده مع بعض في ايد واحده، في ايدك في ايد بعض، مش هتقدروا تكسروا كل الاغصان دي، هيكون انتوا زي كده. القصه دي بتعلمنا انك متتخانقش على الحاجه، وانتوا لو فضلتوا تتخانقوا وكل واحد بيبقى في طريق، واحد هيجي ويكسركم. لكن لو بقيتوا مع بعض القوة تبقى أكبر، وساعتها محدش يقدر يكسركم. لا، ده يحاول يكسر ويكسر، ينفعش. وبلاش تتخانقوا على حاجة بسيطة، بلاش تتخانقوا على حاجة بسيطة. وفي ناس بتعمل فيديوهات زي مثلا بتدي نصيحة، هتقول الكلام ده لنفسك، قول الكلام ده الأول لنفسك. على فكرة أنا قلت الكلام ده إيه مكسي. قول الكلام ده لنفسك وبتدي نصيحة زي مثلا أي قصة، زي ما أنا نصيحة بسيطة وانت تعمل بيها، انا حتى اعمل بيها. وفي في فيديو ماكس، بصوا في فيديو بالليل انا يامها او في اي وقت هبعت لكم كده، هقول لكم كده في فيديو كلمه يس. الكلمه دي لو انا اقول لكم يس او لا، لان بكره هنجي ايه ده ماكس بطل، هنجيب نوتيلا ونعمل تحدي. لكن انا مش هقول التحدي لان دي مفاجأة. نوتيلا هنشوف بقى في حاجة كمان مع النوتيلا، وفي فيديوهات مع سوسو بشوي احنا هنبدأ ننزلها على القناة دي. ونشوف، يومكم سعيد وان شاء الله وانزلوا بسرعة من 1 لـ5، تنزلوا بسرعة تعملوا لايك وسبسكرايب او لايك بس، 1 2 3 4 5، يبقى المفروض تكونوا دلوقتي نزلتوا وتعملوا لايك وسبسكرايب. ولو ما عملتوش في اول حلقة او في اخر حلقة انزلوا بسرعة اعملوها، وسبسكرايب بسرعة على الفيديو الجميل، وياريت الفيديو يكون عن ياريت الفيديو يكون ده عجبكم والسبسكرايب بسرعة، واعملوا تفعيل الجرس عشان ما يفوتكوش اي جديد. وانا غيرت اسم القناة علشان كان البتاع ده كان مش صعب انكم تخشوا على سامويل بيشو، عشان في كان في قناة اسمها كده نزل رجلك بس ما تنسى. تمام، فانا غيرته لسامويل عبد الملاك بشوي على، فده اسم صعب، بس المره اللي جايه هوريكم اسمكم. باي باي.